عندما نريد أن نتحدث عن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، الواقع هو الذي يتكلم، لا أتكلم لا أنا ولا غيري في هذا الموضوع، لأنه الواقع هو الذي أصبح يعطي أرقام، خاصة وأن هذه النجاحات المتأتية من خلال عمل بفكر استراتيجي يجب أن نقول على أنها حققت نجاح مضاعف، لأنه نتحدث عن متغيرات دولية جد متداخلة جعلت الرهان أو التحدي مضاعف على مرتين. لذلك نحن نتكلم الآن عن نجاحات متواترة في العديد من المجالات، ومنها كما قلنا قبل قليل الوظيفة وسوق العمل والتشغيل. عندما نتكلم عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية نحن دائما نتوقف في هذه الكلمة، ولكن العنوان الذي يمكن أن يكون في هذه المرحلة هو الطابع الاجتماعي العادل للدولة الجزائرية، لأنه بدأنا نشهد حقيقة ما يسمى التوزيع العادل للثروة والتسيير المدمج لكل الشرائح العمالية في الجزائر. عندما نتحدث عن كل الامتيازات التي تمنح لكل الفئات العمالية وحتى البطالين الآن، ونتكلم أيضا عن زيادات من منح للمتقاعدين، هذا يسمى حقيقة التوزيع العادل للثروة الجزائرية وتكريس الطابع الاجتماعي العادل كما قلنا لدور الدولة الجزائرية تجاه الشعب الجزائري. من جهة أخرى عندما نتحدث عن الواقع هو ضروري جدا وأهم من المهم كما يقال، لأنه عندما نريد التطوير لهذه المنظومة العمالية وشريعة وسوق التشغيل في الجزائر يجب أن ننطلق من الواقع، نأخذ أرقام، نأخذ إحصائيات، نأخذ الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته حتى نستطيع أن يكون هو المنصة أو القاعدة التي ننطلق منها في بناء المرحلة القادمة لسوق الشغل الذي يجب أن يتكيف ويتطور مع المتغيرات الدولية.